من المكون العربي من مدينة القامشلي. خليكم معنا بعد الفاصل. إذا حابين تتواصلوا معنا 730-025 736-025 رقم الواتساب 054-340-98143. غدت تشهد الدنيا يبكي المطر عشباكي يا هاك الحلم المجنونة أشوان تصبر بلاكي يا هاك الحلم المجنونة أشوان تصبر بلاكي غدت تشهد الدنيا يبكي المطر عشباكي يا هاك الحلو المجنونة أشوان تصبر بلاكي غدت تشهد الدنيا يبكي المطر عشباكي يا هاك الحلو المجنونة أشوان تصبر بلاكي قلبي معود عالحلال ما في كمان حلاكي قلبي معود عالحلال ما في كمان حلاكي غدت تشهد الدنيا يبكي المطر عشباكي يا هاك الحلو المجنونة أشوان تصبر بلاكي غدي تتشتي الدنيا غدي شيرين يعني بكرة بكرة طبعا مرادفات كثيرة ومفردات كثيرة موجودة في منطقتنا يمكن العرب اللي بداخل ما يفهموا وهي الشيء صار معنا بالجيش وبالجامعة كنا نحكي عربية خاصة بالجزيرة يعني مستمعينا ممكن كمان أنتوا تشاركوا على الواتس وعن طريق البث المباشر كمان مشاهدينا مرحب فيكم أستاذ عامر يسعد صباحك صباح الخير صباح النور أستاذ غسان صباح الخير أستاذ عامر بدنا نبلش من عندك حسب معلوماتك كم لهجة عربية محلية موجودة عندنا بالمنطقة أولا صباح الخير للجميع وللسادة المستمعين طبعا أنا ملاحظة بسيطة يعني أنا قدمتني من المكون العربي وقدمت الأخ غسان من المكون المردلي أيوة. وهذا لا يجوز أنه طالما نحن عم نتحاور من أجل أن نصنع صيغة وطنية جامعة أنا ما أحب أكون من المكون العربي أنا مكون جزراوي أنا أمثل الكردي والمسيحي والسرياني والجميع حقيقة لو حقك لو كنا عم نحكي بالسياسة بس عم نحكي للهجات ضروري بس أنت دخلتي يلا ضروري يقول للعالم النقطة الأخرى كلمة موضوع اللهجة الشاشانية الشاشان اللغة هي اللغة. وليست لهجة نعم. هي كمان توضيح موضوع أنه كم لهجة أولا هون هي النقطة المهمة الآن أنا عندما اطلعت على المانشيت أو الأسئلة وكذا أخي الكريم نحن ما نقدر نقول لهجات عربية اللغة العربية هي واحدة اللغة وفق قواعد نحوية يعني النحاة والذين وضعوا قواعد من سيباوي وأبو أسود الدؤلي والفراهيدي وضعوا قواعد اللغة وبالتالي خرجت لغة عربية واحدة ولكن هناك لهجات قطرية يعني على مساحة جغرافية أنا بس هذا التوضيح مشان نصل لنتيجة اللغة العربية واحدة هي لما أحكي عربي أنا بأي لكنة كلهم يفهموها ولكن تحتاج إلى شرح مفردات هو اللعب بالقانون النحوي بالضمة والفتحة والكسرة أخذت القرشية كستندر مع أستاذ هلا القرشية أحد اللغات التي هذبت كتب فيها القرآن بدون تنقيط ومن ثم جاء النحاة علماء اللغة اللي هم يعتبروا سيباوي وأبو أسود الدؤلي والفراهيدي ووضعوا قواعد النحو وبالتالي صارت لغة رسمية شو المقصود بالرسمية لها قواعد علمية نحوية جار ومجرور وفعل مضارع وفتحة وكسرة وضمة والتنويم اللهجات تأتي من منطقة جغرافية واسعة هلا نحن مستحيل نقول مثلا اللهجة السورية صحيحة أما نقول اللهجة المردلية نحن عم نبتعد الصح هي لكنة
يعني مشان هالتوضيح. فأنت سألتني كم لهجة عربية بالجزيرة؟ ما في غير لغة عربية يعني واحدة يعني، ولكن هناك عدة لكنات. أيوة، يعني برأيك في فرق بين اللهجة واللكنة؟ طبعا طبعا، اللكنة مختصة بقوم معينين، مثل هلا لما نقول مردلية، محلمية. فموضوع العرب أو حتى العرب تختلف اللكنة بين ابن المدينة وابن الريف. يعني شو؟ البيئة تلعب دور كبير في تحديد طبيعة اللكنة. أنا أستاذ أنا هيك كنت أفكر الفرق بين اللكنة واللهجة مثلا. طلع وطلع بس ممكن هاي لكنة، ولكن اقشع تمام تمام هاي تمام هاي منين جاي؟ هاي اقشع القشعان، يعني إزالة الغشاوي، إزالة الضباب. هي تأتي، ليش قلت لك البيئة؟ هلا دائما ابن الجبل أو ابن الصحراء تشوفي مط الكلام مط، بشان لأنه هني عم يعيشوا بماما يعني مسافات متباعدة بين الخيمة والخيمة، يمكن في 1000 متر. فلما يقول له هلا أنا وأنت هون نحكي صباح الخير، أما لما صباح الخير مشان يصلوا الصوت، أو مثلا لما هلا قامش له، أو يا ولو، مط الكلام أو الواو المنطوطة هي القصد، الإرسال الصوت لأبعد مسافة. فالبيئة أيضا تلعب دور في تحديد اللكنة. نحن هون بالجزيرة عندنا لغة عربية واحدة، ولكن عندنا عدة لكنات. كل لكنة منين جاءت؟ من البيئة اللي فيها هي. يعني العرب هل الموجودين قفل الخط، مو هيك في اسمه قفل الخط ولا سر خطي وقفل خطي بن خطي؟ أيوة لهم لكنة عربية تختلف عن عربنا. هون المردلية نفسهم اللي هلا الآن بتركيا قليلا أيضا تختلف عن مردلية سوريا. فالعرب الآن عندنا، العرب مثلا، العرب مين هن العرب؟ هلا لما نقول واحد عربي رأسا يتخيلوه شاوي وقلابية وعقال وكذا، هيك يتخيلوا العربي دائما. لا يا أخي، في عرب بالمدينة ناس مدنيين وعلى طراز حضاري وسبور وكذا، ولهم لهجة خاصة فيهم تختلف عن لهجة ابن الريف. وحتى ابن الريف له لكنات تختلف من قبيلة لقبيلة ومن عشيرة لعشيرة وهكذا. يعني هلا حضرتك بأي لكنة بتحكي العربية؟ أنا أحكي حقيقة، هو هذا السؤال، أنا أتكلم الجزراوية المبسطة المفهومة اللي أخذت من كل الأماكن. أيوة. كل شيء طيب يعني. وحقيقة اللغة الجزراوية اللهجة، يعني شوف نحن لازلنا متعودين لغة ولهجة، ما لكنتنا الجزراوية بالخمسين سنة الأخيرة هذبت بطريقة، لأنه المجتمع الجزراوي صار مجتمع متجانس. هالتجانس هذا خلق في لغة مبسطة. حقيقة أنا أتكلم بلكنة جزراوية مبسطة يعني مفهومة للجميع. ننتقل عن ضيفنا الآخر سيد غصان، أهلا وسهلا فيك مرة أخرى. حضرتك مردلي، الغنية اللي كنا عم نسمعها من كلماتك، ما هيك؟ كلام لحن، لحنك كمان لحن زين كان حلو كتير. فنحكي هيك للمستمعين، مين هن المردلية ومين يعني اللهجة المردلية أو اللكنة مثل ما فضل السيد عامر يسميها، مين بيحكوا فيها، مين أصحابها؟ أول شيء صباح الخير. يسعد صباح، يسعد صباحكم. من سكان ميردين ومن يحكي الميردلي؟ اللي يحكي الميردلي هو اللي ساكن جوات ميردين. مين اللي كان ساكن جوات ميردين؟ كان يعني هي ميردين هي كانت ملتقى كتير حلو، مزيج كتير حلو من الأصول ومن الأعراق ومن الأديان ومن اللغات اللي كانت فيها ومن اللهجات ومن الطوائف اللي كانت فيها. يعني كعيش مشترك كان الأخوة الكرد، السريان، الأرمن، الأزيدية، الأقطس، المحلمية، خدنا المحلمية الراجدينية، اليهود، المعسرتية، كأديان اليهود، كلها كانوا يعني بعيشة واحدة، يتكلمون نفس الكلام، نفس اللغة هي العربية. هي اللغة العربية هي المردلية، عربية مصلاوية هي بالأساس. غسان ماردين اللي هلا بماردين مثل ما عنوها الأساس، لهجتنا لسه نفس اللهجة اللي لا بن خطيه ولا لا؟ لا، عنا سهلة ممتنعة كتير حلو. نحكي بكل بساطة يعني هني تجديد على حروف، في حروف في كلمات تسبق
تسبق كثير. منظرة أي شيء غسان؟ المنظرة هي الـ الـ البلكوني البلكوني اللي جوا. أيوه. شلون نحن نعرف الإيوان هيك لجوا مثل البهو. أيوه. المنظرة هيك. أيوه. هي مو لبرا بلكوني مو براني هي. أيوه. لجوا يعني لما مساحة الشرفة الداخلية. أيوه. الشرفة الداخلية. هي ضلت قلبي المنظرة المنظرة قد ما أنساها. شو الفرق بين البردلية والمحلمية؟ الفرق اللي بين البردلية والمحلمية كلهجة كلكنة. أيوه. هي اللكنة الفرق ولا أني ما تبقى أني نفس الجذور نفس اللاين مفردات مشتركة كتيرة يا غسان كتيرة كتيرة بس مو بفرق أنه أنت بين الردلي والمحلمي إلا باللكنة لما والراجديني وراك كذلك الأمر نفس الشيء نفس أشو أنت باش أنت هيك يقولوا باش في كرد كتير هقي ايه؟ نحن يقول هيك هني أقرب إلى الكردية الراجدينية بالأساس لا هو شلون الأخوة المحلمية والراجدينية والمعسرتية والمنازلية والقبلاتية والداشية والراجدية هذولي ابن قرية يعني حافظ على لكنته مو مثل الميردلي مثلا الميردلي كان ساكن بالمدينة كان ساكن بالمدينة العناصر اللي يتعاطى معه هو المسيحي والأرمني واليزيدي والكردي كان خليط يعني انسقل الكلام وحتى لكنته تغير استاذ عامر كنا نحن درسنا اللغه الاراميه بالجامعه بقى هيك كانت تمر مفردات مثلا قشع يعني طلع يعني شوف تنقشع انا مثلا جيراننا قبلاتيه كانوا مو بس في قبلاتيه زين في قبلاتيه لما كانوا يحكوا تعيت نقشع مثلا تعقشع نحن كنا نطلع الأوائل لأنه من جهة نعرف هاللهجات هاي يعني كنتوا قشمان تقشمون أيوة قشمان تقشمون أيوة السؤال أستاذ عامر أكثر لهجة محكية أو أكثر لكنة محكية بالمنطقة خلينا نتفق على لكنة مثل ما حضرتك حكيت عادي خذ راحتك المهم أنا توضيح علمي كان بس محكية عندنا بالمنطقة أي وأي وحدة يمارسوا أكثر شيء هو بس حب أنا أوضح شغلي هلا مسألة لما نقول اللغة المردلية أو اللهجة المردلية ماردين من 1000 سنة مثلا و2000 سنة المناطق الحضارية بالمنطقة عنا كانت ماردين الموصل حلب دولة كانت الدولة الحمدانية واللي اجوا بعدها والتاريخ هلا الأكراد لما يحكوا عن التاريخ والعرب والسريان والكذا المهم هذا المثلث التاريخي التجاري حلب ماردين الموصل هو كان المهم فكانوا الرحل اللي يشتروا ياخذوا لغة أهل المدينة هلأ لما نقصد المردلية نحن نقصد لغة أهل المدينة مدينة ماردين ماردين كانت مشكلة ولكن هذه اللكنة اللي طلعت منها انت سألت شو الفرق بين المحلمية المحلمية أهل الريف كانوا شور صبح وكنديريب وهالقضايا وحسن كيف وأبشي هدول الريف كانوا ريف بينما ماردين مدينة كانت فبالتالي هلأ تشوف كثير من الألفاظ مشتركة بين ماردين وحلب والموصل هاي النقطة المهمة أنت قصدت أي لهجة محلية يعني عندنا بالمنطقة تقصد الحسكة أو الجزيرة ولا شو هون عندنا بمنطقتنا بمنطقتنا الشمال إيه هو ما يعني أي لهجة محكية أكثر أكثر ناس يعني أي لغة مستعملة أنا أقول اللكنة الجزراوية أكثر يعني هلأ تشوف الكردي لما يحكي عربي يحكي أقرب إلى الجزراوي وهو الخليط من المردلي والمحلمي والحلبي والريفي هلا عندنا خاتوني زي مثلا ايه عندنا مثلا نحن نسميه شاوي مثلا او اللغه البدويه الخواتني ايه؟ شوف اخي الخواتني كمان لهم خصوصيه محدده ما المشكله هي نابعه من جذورهم التاريخيه يعني في اكثر من روايه تاريخيه تتكلم عن الخواتني وبالتالي نحن ما نستطيع ان نحكم وفق الروايات يعني هلا في ناس ينسبوهم الى القبائل العربيه او الرعاة الذين سكنوا حول بحيرة الخاتونية وبالتالي كل واحد أخذ من واحد كلمة فهمت علي شو؟ يعني نحن مثلا تعودنا نتيجة هالإرهاصات نقول له روجباش قبل ما كنا نستعملها بل كم سنة صرنا نقول روجباش عادي صارت عرفت وهي بعد 10-20 سنة راح تدخل طبيعي مثل ما بونجور أو تفضل الطاغي مردلي ولا لا أستاذ؟ ها؟ يعني اللهجة الطاغية المنطقة مردلية ولا لا؟ نوعا ما الجزراوية لما نقول جزراوية هي نوعا ما المردلية شو السبب لأنه عندما هاي موضوع سياسي لأنه الأخت شيرين قالت لا السياسة إلى دور لما صار انقسام ووضع خطوط سايكس بيكو وصارت حروب في منطقة تركيا الآن هاجرت الناس ومنهم التجار ماردين وتجار ماردين مهمين كانوا
ويهود ماردين بالذات كانوا مهمين. فبالتالي الريفي كان يجي على التاجر، اليهودي يحكي مردلي، والمسيحي يحكي مردلي، والكردي يحكي مردلي، والعربي يحكي مردلي. فكلتنا نحن بالجزيرة انطبعنا في هذه الطباع، وجاءت المحلمية والراجدية. حتى أهل البدو بالريف أو الشوايا الآن بمنطقنا اتطبعوا بنفس الطباع هذه، باستثناء ظلوا مين؟ البدو، لأنه ظلوا بالبادية ما اختلطوا مؤخرا بالمدينة. نعم. اسمحوا لنا نسمع صوت استطلاع أعطوه زملائنا بمكاتب أرتا، كم لهجة عربية رئيسية موجودة بالمنطقة وشو هي هاللهجات؟ نسمع الأجوبة كيف إجت. اللهجات الرئيسية المتواجدة في منطقة شمال سوريا هي ثلاثة لهجات: اللهجة الديرية واللهجة الشاوية واللهجة البدوية. اللهجات المشتركة فيما بينهم القريبة هي اللهجات الشاوية والديرية. أما مدينة كوباني اللهجة العربية التي يتكلمون بها هي اللهجة الحلبية، مع أنه يتكلمون ويتفهمون بكل اللهجات. اللهجات العربية والله في محلمي، ماردلي، شوايا، لهجات الحمصية والشامية، وهدول يعني كل منطقة لها لهجة. اللهجات الموجودة عندنا بالمنطقة في خاتونية وفي مردلية وفي عربي عادي، وكمان في عنا ديرية، وفي لهجات من غير مناطق جايين لعنا، بس يعني هن مستقرين عنا مثل الحمص. أهل الحمص عن لهجة حمصية والشامية، وكمان في حلبية. اللهجة العربية المحكية هون بمنطقة القامشلي في عنا كتير لهجات. في عنا بشكل عام هي كلها جزراوية، من ضمنها مثل المردلية، المحلمية. في عنا اللهجة العربية اللي سكان العرب يلي عايشين بالضيعة وعايشين كمان بالمدينة. في عنا بالإضافة إنه في تأحكي كمسيحية إنه المسيحية في عدة لهجات، كل منطقة تختلف عن الثانية. مثلا أهل ديريك الأسخانية بشكل عام لهجة غير الصوارنة الموجودين بمدينة الحسكة، وغير الطوارنة الموجودين بمدينة القامشلي. يعني كل واحد لهجة العربية لألو تختلف. بالنسبة للهجات المتواجدة في المدينة هي البدوية والعربية المردلية والمحلمية، هذه هي اللهجات الأساسية. وبين العرب أنفسهم توجد اللهجة كلهجة الطي ولهجة شمر المميزة. نار عربة دجي طي هي شمرة هي مميزة. إيه زماني عربية باجر قامش لودا. بالنسبة للهجات العربية الموجودة في المدينة مغموري وحلمي مردلي، وبالنسبة للذين نزحوا للمدينة في هذه الأزمة حلبي شامي رقاوي ديري ويشامي شامي هادنا. تستمعون الآن إلى حملة يونيسيف راجع لك مدرستي. صحيح أني خليت ابني يترك المدرسة ويشتغل ليساعدني، بس الحمد لله أنا هلأ رجعت اشتغلت وابني رجع يكمل تعليمه. راجع لك مدرستي مع تحيات منظمة اليونيسيف. نرجع نكمل حديثنا حول اللهجات العربية أو اللكنات العربية الموجودة بمنطقة الجزيرة، وضيوفنا بالاستديو سيد غسان عبد العزيز من مدينة عمودة، والسيد عامر الشيخ خلوش من مدينة القامشلي. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم مرة أخرى. هيك أفضل، ما بدنا نزعل ضيوفنا. سيد عامر، شو رأيك بالاستطلاع اللي سمعته؟ شو؟ بالاستطلاع؟ طبعا يعني الناس بسطاء بالشارع، يعني مو هذا الموضوع في تقييمه بده خبراء، يعني هن بسطاء هيك آراءهم كانت، انه واحد يقول اللهجة مثلا الشاوية والبدوية والكذا. لا، هي انا قلت حكيت قبل شوي، انا اوعز تعدد اللكنات الى البيئة، يعني فهمتي علي شلون؟ فعادي امر عادي كله، مثلا واحد يقول اللغة الديرية وواحد يقول اللغة الحمصية، ما يعني هو هيك معرفته، يعني البيئة تلعب دور. هو حكى، هلا انا بقول لك، هلا ممكن انا كعربي أميز بين اللكنات في العشائر العربية، في يعني اختلاف كمان؟ طبعا اختلاف كبير، يعني كبير. يعني مثلا هلأ شو في سؤال، الشمري أو البدوي مثلا إذا بده يسأل عن صقر هان، طبعا أنا ما عم بقلد الصوت، مو من باب الاستهدام، باب عطي صورة اللكنة. صقر هان هو عم يسأل صقر هون. يجي العربي الثاني أو الشاوي صقر هين،
بهالنبره شوف هين. اللحظه هان وهين مو بس كمان الصاد والسين يعني هلا بشكل عام البدوي يلفظها يعني صقر هان اذا يسال عن صقر الشاوي العادي صقر هون او هين هين عفوا صقر هين مرده منين مرده من البيئه هلا هذاك عايش بالصحراء ممكن حاط لفه على من الغبره كذا ممكن لما يقول الصي الصاد تطلع سين من خلال اللفه هذه ممكن هذا الشاوي عايش جنب قريه مثلا بالمدينه او جنب المدينه يعني الظروف البيئيه هي تلعب دور في مخارج الظروف المسافه تقول صج تقول لحظه صج تقول هلا استاذ عامر كعرب موجودين بمنطقه الجزيره يعني اذا حدا حكى بلكنه بتعرفوه من اي عشيره هاد نوعا ما ايه نوعا ما ايه لانه في مثلا هلا صج تقول لحظه يعني صدق تقول هون صج تقول اكل حرفين اكل الصاد والقاف ودمج حرف ثاني صج تقول طبعا خبراء اللغه استاذ عامر عم يقولوا انه الحياه المدنيه والتمدن وظروف الحياه والسرعه تؤثر على اللكنه او على اللهجه طبعا حد كبير غسان نجي لعندك تليفون تليفون ونرجع الو ايوه خازم عبد العزيز جيربيج مش بومر دليا يعني. اتفضل ها تقدر تحكي عربي ولا عربي اتفضل الو اتفضل ايوه بالنسبه لل هون المردليه يسموهم يعني عرب المدينه يعني واساسهم هن من ماردين من ماردين لما اجوا لهون هن واليهود والمسيحيه يعني المردليه المسيحيه يعني يسمون هون يعني المدنيه يعني مدنيه العرب المدنيه نسميهم عرب المدنيه نحن نسميهم هيك اجدادنا كانوا يقولوا ايه عرب من ماردين يعني العرب المدنيين المدني ايه المدني إيه؟ او الشمر المدني كمان في قسم منهم كمان سمين المدنيه ايه اهي اهلا وسهلا ابو سامي في نكته معلش تسمح لي المشكله انه وقت الوقت ضيق ابو سامي شكرا كثير لمشاركتك اليهود اهلا وسهلا فيك ابو سامي شكرا كثير نرجع نكمل حديثنا كنت رح حابب إيه؟ تسأل غسان اللكنة عندنا بعمودة كونك مردني من عمودة اللكنة الطاقية عندنا هون بعمودة أي لكنة؟ هي اللكنة المردلية أنت مثلا أخواننا الكل لما تيحكي يحكي مردلي وأنا زي لما أحكي مرات تحكي هيك تحكي مردلي لا مثلا تحكي معهم نحكي مع بعضنا مردلي طب اصل اللهجه المردليه من اين جت غسان هي؟ يعني مثل ما قلت لك هي عربيه مصلاويه ايوه يعني في ناس هيك في مثلا كتاب ممكن واحد يعتمد ويشوف من اي جزوره هيك الشجره تابعه لاين من اين اجت هي؟ انا شايف هيك باعتبار درست ارامي في مفردات كثيره بالارامي موجوده بالمردليه استاذ عمر كمان منطقه هي انا طبعا مو مع انه والله المردلي مصلاوي لا ما يعني هي اساسا عربيه مصلاوي يعني بالعكس اهل الموصل اخذوا من ماردين ماردين شوف اخي ماردي يعني اهل الموصل اخذوا من ماردين بعدين الموصل يكسروا الحرف كثير مثلا لكني ايه خوني وعموني خوني وعموني يعني اهل ماردين ما يحكوا هيك يعني هلا يسمعونا اهل ماردين والله يخربوا بيتنا اذا مو اذا انه مصلاويه مو يعني لا بس مو مصلاويه يعني لهجه ماردين مو مصلاويه شلون غسان اي يعني هي العربيه منين جت يعني من ماردين يعني اصل عروبه ماردين هيك مثلا ما من اين اخذوا لغتهم غسان اللهجة الأجنبية اللي تأثرت بها المردلية اللهجة الأجنبية خلينا غير أي لغة أي لهجة تأثرت فيها الكردية مو بحكم الجيرة ولا كيف يعني تعايش أنا وأنت من أين سنة نار بعض لما تحكي معك تحكي معك كردي ما عندي غير مكون تحكي معه تركي مثلا أعوذ بالله أعوذ بالله منطقة ماردين طبعا منطقة اللي حواليها كرلون يعني تقريبا الأغلبية كراد ولا كيف ساس انت لك معلومات شيء صدق ما يعني ما اريد اتكلم بشيء ماني متأكد منه يعني عرفت عليه كيف يعني
لهيك أنا كنت بفضل نحكي عن النتائج ما نحكي عن الجذور. هيك كنت مصممة أنا نحكي عن اللهجات الموجودة ما نحكي عن جذور اللهجات. هلأ أستاذ عامر، دور الثقافة الشعبية بالحفاظ على هي اللكنات إلى دور ولا لا؟ المشكلة الثقافة الشعبية يعني مسألة بسيطة هي، يعني شو نقصد بالثقافة الشعبية؟ نقصد الأغنية، الأهزوجة، الأكلة، القصص، القصص الأمثال أو مثلا كذا. يعني فالمسألة الثقافة الشعبية بالعكس اللغة، يعني اللكنة أو اللهجة اللي نحن عم نتكلم فيها هي حافظت على ثقافتنا الشعبية مو العكس. أيوة. يعني لما كلمة بلوع، هلا البلوع لو ما ظل مترسخ بذهننا ما ظلنا نحن كيف نصنعه مثلا. يعني في كتير قضايا، يعني السميد مو هيك، هاي الكلمات او اللي مثلا هاي الهازيج بالاعراس بالموالد. فثقافتنا الشعبيه بالاغاني هي، لكن انا بتقديري يعني هلا لما نرجع لمئة سنه انا اشعر في تطور حتى في اللكنات في اللهجات تطورت، يعني نتيجه الانفتاح الحضاري، نتيجة عصر الانترنت، نتيجة العولمة. يعني قبل كان ابن ماردين او قرى ماردين يضل يجوز 4-5-6-7 سنوات ما يلتقي بغريب، الان صار اللقاء مباشر على الانترنت، على الواتساب، على الفايبر. يعني لعب، يعني الثورة الصناعية والعولمة لعبت دور كبير في تطور اللهجات. يعني هلا انا مثلا تحكي مع واحد مردلي بامريكا وبفرنسا تشوف مرات كتير يدخل كلمات أجنبية، ونفس الشيء واحد شاوي أو عربي أو حتى كردي. يعني هلأ حتى الإنجليزية اللي هي نحن بنعرفها، نحن هون نسمع أنه هي لغة الغرب، بس عنا لكنات، عنا بريطانية، عنا حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية في لكنات مختلفة. عموما الإنجليزي الأمريكي الآن هلأ بالمحطات الإذاعية، وحتى لما يقدموا السي في هني مرات يحتاجوا انجليزي ذو لكنة بريطانية او انجليزي ذو لك يميزوا ذو لكنة امريكية. عملنا دراما استاذ عامر وحسان، عملنا دراما هيك نعمل قصص باللهجة اللي نحكي فيها منطقتنا. يعني مجرد ما تصير دراما يحكوا شامي مجرد ما يصير يعني تقصد كرادنا الكراد تبع لا حبينا نحكي بعربية منطقتنا. يعني ما يحكوا جزراوي، ما يقدر يحكوا، صار دراما. فترة كان يحكوا ساحلي كمان، مو هيك؟ فترة كان يحكوا ساحلي لك يعني مع احترامي هو العربي او الشاوي الكردي لما يتطور يصير يحكي كردي شامي. الدراما اثرت غسان على اللهجات المحلية كثير. هلا لولا الدراما، لولا الشاشه يعني ما كانت نعرف لكنه اهل الساحل، مثل ضيعه ضيعه تشوف في مفردات يكتب لك تحتها ترجم. ايوه صحيح والله ما انتبه. يعني مثل باخر عمل دامسكو، لولا انه مثلا نشر اللكنه الشاب جوا غنى في الميزان، لولا الشاشه حد موته يعرف اللكنه، موته يعرف اللغه. هاي لعب الدور كثير كبير. وطبعا الطاغي على الدراما السورية كان اللهجة الشامية، لهيك بنشوف انه هي دخلت كتير على منازلنا اللهجة الشامية. الكردي يمكن ما غادر، او العربي الموجود بالمنطقة ما غادر المنطقة او ما راح اختلط بالشوام، بس هو تشرب من اللهجة الشامية من خلال الدراما السورية، فلعبت دور كتير كبير. بس هذا كمان يعني مرد انه سيطرة التلفزيون بالمركز هو يعني ما صار تنوع، ما سووا مسلسلات باللكنة الديرية، ما سووا مسلسلات باللكنة الجزراوية، وهي أحد الأسباب. قليل كنا نشوف صار حراك سياسي أصلاً، أحد الأسباب ثانوية كانت أدوار ثانوية تمر هيك مرور. يعني مرة أنا أتذكر في فيلم المطلوب رجل واحد طلعت كلمة كردية، الكراد ما كان لك دور على السينما. أتذكر يمكن نجيب قدورة يحكي كلمة ما أعرف مردلية أو كردية هيك، ما عاد أتذكر، حادثة قديمة، كبس على السينما بس مشان هذيك الكلمة. حتى كلمة كردي يعني لما كانت تمر هيك مرور الكرام بالإعلام، يعني كان الكردي مستعد أنه يضرب رصاص مثلا. أتذكر كنا بالجامعة قال والله في باب الحارة ما أبو الفران اسمه، قال والله بدهم يقصفونا مثل ما قصفوا عمودان، نرجع الانترنت نراجع أتذكر اسم مدينة. هي إذا الحاجة، يعني الحاجة إذا ما في إشباع ما كان في إشباع، ولهذا السبب. لكن أنا قصدت لما يصير إشباع بالعكس الإنسان يتطور
فكريا وحتى لغويا. حتى في رحاب الجزيرة كان برنامجنا المفضل رغم انه ما كثير أرض الخضرة والمية ما كان يعبر يعني. ما كان يعبر بس يعني حلو في رحاب الجزيرة. فاصل صغير بعد اذنكم ونرجع مرة ثانية. تستمعون الآن إلى حملة يونيسيف راجع لك مدرستي. صحيح أني عم بضطر أشتغل دوامي، بس أحسن من أني شغل أولادي وخليهم يتركوا المدرسة. راجع لك مدرستي، راجع لك مدرستي مع تحيات منظمة اليونيسيف. رجعنا مرة تانية مستمعينا مشاهدينا مع ضيفنا الأستاذ عامر شيخ خلوش والمكون العربي. لا أنا ما أقول مكونات، أنا ما أحكي أستاذ عامر يكفي. إيه لحالك معروف ما شاء الله أستاذ. الله يسلمك. والأخ غسان عبد العزيز هو ميردلي أخونا وصاحبنا صديقنا غسان. غسان كيف أنت تفسر هالتداخل بين لهجات المنطقة؟ بين المحلمية والراجدينية، وأنت تعرفت عدة أكثر مني، ليش يصير هالتداخل هذا؟ صفقان هي من نتيجة التعايش، هي كلها قضية تعايش، إنه أنا معك وأنت معي وأنا الكل مع بعض، فتأخذ منه وتتأخذ منه. مرة حكيت أستاذ الدليل على هالتعايش تقبل مريض كان بحاجة لدم، فبدنا نحكيها بالعربي وبالكردي كمان. قلت له شيرين بالعادة هي تقول بالعربي، فقلت له أنا تأقول، حكيتوها باللهجة الراجدينية. واحد شافني قال والله لما حكيتها رحت وتبرعته. لما تقول أفراجدينية سألته سؤال أنا كمان أوضح أنه ليش الناس مثلا استحبوا المردلية أكثر. هناك أيضا أسباب نفسية تلعب دور في شخصية الإنسان، يعني مثلا هل الأكلات الطيبة أكلات مردلية، الأغاني الطيبة أغاني مردلية، قبرغاية مو هيك، البنات الحلوين بنات مردليات هذاك الزمن. يعني يعني موضوع المدينة شو يلعب دور. إذا أهل المدينة فكان الإنسان يتعلق بأهل المدينة، ولهذا السبب الكردي والشاوي والجزراوي فتمسع وين بمردين. هاي أحد الأسباب، هي أسباب نفسية. صح صح صح. يعني مثلا الأكل، الطريق إلى الرجل معدته. إيه إذا والطريق إذا لسانه صار. يعني هاي حقيقة أحد الأسباب. تشوف الكردي وكلتنا والعربي والشاوي متمسكين بالمردلية أقرب لغة تفاهم. هلا الحفلات أيام زمان لما يدقوا مردلي. هلا الآن الآن المهاجرين العرب والأكراد والمسيحية وكلهم اللي بأوروبا لما يدقوا عربي يدقوا مردلي. إيه صح صح. بنت الجزيرة وقامشلية وبين الدرباسية وهالقضايا. ياردلي وسمراء قبرتيني. يعني هالمسائل هاي إلها دور في إنه الإنسان يتمسك باللهجة، خصوصا مثلا لما شاب يحب وحدة مثلا. نفرض شاب حب وحدة فرنسية، شوف يعشق فرنسا. أو شاب حب مثلا شاب كردي حب وحدة شاوية، شوفوا راح يحب العرب يدافع عن قضاياه. والعكس كمان صحيح. صح. عن جد يعني مسائل يعني إذا عربي حب وحدة كردية بده يتبنى القضية الكردية أكثر من الكراد نفسه. يعني في مسائل نفسية تلعب دور في شخصية الإنسان وتحببه وتعلقه. صح. وهذا الشيء عبر التاريخ كان. شيرين تبحر الشيكة تدور لك على شيء، لكن نحن لها بالمرصاد يعني. برأيك التغييرات اللي طرعت على هاللهجات نتيجة الاختلاط أمر إيجابي للهجة أستاذ أم أنه سلبي؟ إيه أنا رأيي الشخصي طبعا إيجابي، يعني هذبت. هلا مثلا أيام زمان يحكوا لنا قضايا ساقي ضرب في ساقه وباقي كلق باقه. هذا عم يحكي قصة حقيقة بالمحكمة، فعم يحكي القصة. هذا القاضي ما فهم شيء، قام جاب المترجم قال لا لو عيفك من قشمان يقشمون. هل هاي حقيقة؟ تعال ترجم للمترجم. تعال ترجمنا في كلماتك عن جد يعني كتير كتير صعبة بكل بالكردي بالمردلي بالشاوي بالريفي، لكن الاختلاط هذب هالكلمات. اقشع هلا ما بقى يعني، او حلة قشيبة، هاي بيعز اللغة العربية. شو حلة قشيبة؟ إيه بدها ترجمان. هلا مثل لما نحن نقرأ كتب التاريخ ما نفهم عليها. صح صح. ما نفهم على الفراهيدي أو الأغاني. هلا أنا برجع إلى كتاب الأغاني، رغم أنا دارس ومختص كثير من القصص أحتاج أطول إلى ما أفهمها، لأن اللغة كانت صعبة. بالعكس الآن هذبت اللغة. وهلا لاحظ ليش المسلسلات السورية تغط بالبلاد العربية، لأن اللغة السورية لغة بسيطة. هلا نحن ما نفهم مغربي، ما نفهم جزائري، ما نفرق بين التونسي حتى المصري. اثنين مرات لما نحب مسلسل ندخل لغته حتى إذا دبلجة. فترة من الفترات صرنا نحكي باللكنة تبع كاساندرا.
فترة بالمسلسلات البرازيلية حسب اللكنة رقم الناس اللبنانيين، بعدين صرنا نحكي مثل مراد على مدار، يعني شايف الغزو اسمه هذا الغزو الثقافي. لكن نهاية الأمر نحن كونا مجتمع نامي خلق فينا حالة من التطور، طبعا هاي من وجهة نظري أنا الخاصة. طبعا بالنهاية إذا حاب تضيف شيء غسان، سؤال شيء كما سألناك أو حاب تضيف شيء. جزيل الشكر للاستضافة ويعطيكن ألف عافية. الله يعافيك يعطيكن يعطيكم يمطيكم العافية. أشكركم جدا حقيقة، وجهود أرتا مشكورة في توحيد شرائح المجتمع. يعني حلو هالموضوع اللي تطرقتوا له، في كتير مواضيع ضروري يعني جراء أن الواحد يتطرق لها حتى إذا ما فيها أخصائيين، المهم الواحد يدلو بدلوه على الأقل نوصل رسالة. أكيد إلا سمعنا واحد ممكن واحد يسبنا، لكن في كتير ناس راح تتأثر فينا، وأكيد راح نوصل فكرة الإنسان عبر الأرتا. شكرا صفقان، شكرا شيرين، ما أعرف إذا لفظت أنا لفظت صفقان بالعربي على فكرة. لا أنا أيوة أنا لفظت بالشاوي. أنا لفظ لأنه جذوري شاوي، لفظت بالشاوي. على فكرة صفقان الاسم هو اسم عربي، القانع الصافي. أيوة صح صح صح، دم النقية أو الدم الصافي. شكرا كثير لك أستاذ عامر الشيخ غلوش من مدينة القامشلي، وغسان عبد العزيز من مدينة عامودة العاصمة. شكرا، تسلم أستاذ، شكرا لكم.